في مؤتمر صحفي عالمي موسى يؤكد أن الدستور خطوة أولى لتحقيق خارطة الطريق وتأسيس حياة ديمقراطية سليمة. الداخلية تحذر طلاب الجامعات من أي ممارسات تخرج عن القانون والسلمية وتهدد حياة المواطنين. جنايات القاهرة تستمع لشهادة سامي عنان في إعادة محاكمة مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي. الثالثة عصرا هنا في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، والبداية بالشأن المحلي مع تامر حنفي. شكرا لك نرمين. في هذا الإطار عقد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد من أعضاء اللجنة اليوم عقدوا مؤتمرا صحفيا عالميا بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بهدف أو في معرض رد على تساؤلات المراسلين على النظام الانتخابي. أوضح موسى أن اللجنة ارتأت أن تحيل الأمر إلى الرئاسة لاتخاذ قرار بشأنها، فالمهم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إطار الفترة التي حددتها خارطة الطريق. النظام الانتخابي نفسه في آراء كثيرة فيه، فكان من الأمانة بالنسبة للجنة الخمسين أن تحيل الأمر و عدم الاتفاق عليه الى الرئاسة اللي تقرر هي، واحنا في الواقع لا فرق ما بين الرئاسة اولا او البرلمان اولا، انا وايد البرلمان اولا زي ما قلت، ولكن هناك اراء مختلفة. المهم ان احنا ننتهي من الانتخابات البرلمانية والرئاسية او الرئاسية والبرلمانية في اطار الفترة الانتقالية التي حددتها خارطة الطريق. وفيما يتعلق بمادة تعيين وزير الدفاع، أكد رئيس لجنة الخمسين أن المادة واضحة بأنه سيتم تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط لمدة فترتين رئاسيتين نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها مصر حاليا. كما نوه موسى إلى أن المادة انتقالية وليست دائمة، وهي مدرجة في باب المواد الانتقالية نظرا للمصالح الأساسية للشأن المصري والظروف الحالية. المادة واضحة بأنه سيتم تعيين وزير دفاع بعد موافقة المجلس الأعلى فقط لمدة فترتين بالنظر للظروف الخاصة التي تمر بها مصر، ودي ظروف احنا نقدرها ونقدر من ثم هذا النص، لأننا نريد الاستقرار. المسألة مش مسألة يعني هو كلام حد يصد مادة هنا أو مادة هناك، هي مسائل مصالح أساسية للأمن المصري، ولكن لأنها مصالح أساسية تتعلق بالظروف الحالية جعلناها مادة انتقالية ولفترة محددة وليست دائمة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للاستعلامات عبر الهاتف مراسلة النيل آيات عبد اللطيف. آيات، ردود الفعل عقب المؤتمر الصحفي الذي تم فيه تقديم مشروع الدستور الجديد لمصر. هناك يعني عند ردود الفعل الجماعة وافق او الجميع رحب ب يعني كان هناك تفسير و يعني توضيح دقيق للوثيقة الدستورية الجديدة، حيث يعني اعطى الرئيس لجنة الخمسين السيد عمرو موسى عناوين رئيسية للمفاوضة خاصة للصحفيين والمراسلين الاجانب، مؤكدا ان هذا الدستور هو دستور للكافة ولا اقصاء لاحد، وان هذا الدستور يؤكد على مدنية الدولة وعلى الديمقراطية، وأنه قد تم إرساؤه بناء على مبدأ المواطنة. الجميع أعضاء اللجنة الذين حضروا المؤتمر أكدوا أن كان هناك توافق حول هذا الدستور الذي يعني جاء بمواد استحدثت لما تكن في الدساتير السابقة، وأعطى لكل الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والشباب وغيرهم والمناطق الحدودية حقوقهم والطفل والمرأة، يعني أعطى عناوين رئيسية. الكل جميع المراسلين الأجانب قد يعني حصلوا على جميع التوضيحات التي كانوا يريدونها من خلال تساؤلاتهم، والتي كان أبرزها حول يعني الانتخابات مدى يعني مستأييد لجنة الخمسين لإجراء انتخابات رئاسية أولا أم
البرلمانية، حيث أكد الرئيس لجنة الخمسين سيد عمرو موسى بأنه هو شخصيا يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، ولكن الأهم هو أن تجرى وفقا للموعد المحدد بخارطة الطريق. كما نفى من خلال التساؤلات أو ردا على تساؤلات الصحفيين ما تردد عن أنه حتى اللحظات الأخيرة وبعد التصويت النهائي تم إجراء تعديلات على الدستور. أيضا السيد عمرو موسى يعني هناك تساؤل هام تردد أو سئل يعني عديد العديد من المرات من قبل المراسلين الأجانب حول المادة الخاصة في وزير الدفاع، وعادي هو أكد أن هذه المادة ليست مادة دائمة وإنما هي مادة انتقالية فقط، انتقالية وأنها يعني خاصة بالمرحلة الحالية. وضحت الفكرة آيات عبد اللطيف من الهيئة العامة للاستعلامات، شكرا جزيلا لك. واتصالا ينضم الينا ايضا عبر الهاتف الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه المنصوره. دكتور صلاح، بعد تحياتي، مدى اقتناعك من عدمه بماده المرتبطه باختيار وزير الدفاع طبقا لما جاء في المؤتمر الصحفي وما قرات في مواد الدستور؟ لا، هو في نقطه غير واضحه وانا يعني استاذن سيادتك في ان اوضح هذا الامر. فضل. الماده الخاصه بوزير الدفاع ليست متعلقه بحصانه من اي نوع ما كان، لان الحصانه فيما يتعلق بالوظائف السياسية أو الوظائف العامة مقصود بها عدم القابلية للعزل. يعني ما نقول السادة القضاء عبارة هذه القضايا عندهم حصانة أن القضاء غير قابلين للعزل، هكذا الحصانة. المادة دي لا تتعلق بالموضوع لا إطلاقا لا من قريب ولا بعيد، هي مادة إجرائية بالنسبة لعملية شغل الوظيفة التعيين. فرئيس الوزراء يرشح يعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيستحصل على موافقته ويصدر قرار، انما ذلك لا يمتد الى العزل. يعني يستطيع رئيس الجمهوريه ان يجري تعديلا وزاريا، يستطيع اي من اعضاء البرلمان ان يقيم مسؤوليه وزير الدفاع، او ان البرلمان يقترع على الثقه بالحكومه فتستقيل كلها ويبقى تم انهاء خدمه وزير الدفاع. الامر ليس حصانه، لان الحصانه في هذا الخصوص انما تتعلق بالعزل. أما ما ورد في المادة الدستورية محل النقاش هي تتعلق بآلية إجرائية مؤقتة لمدة 8 سنوات فيما يوجب ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ناهيك سيادتك عن أن هناك وظائف عديدة يشترط قبل إصدار القرار الخاص بشغلها أن تكون هناك موافقة، مثل تعيين النائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية وتعيين رؤساء الجامعات وما إلى ذلك في موافقات سابقة. يعني دي نقطة. النقطة الثانية اللي أنا أحب أوضحها للمشاهد الكريم أن ليه هذا الأمر في وزارة الدفاع دون غيرها؟ لأن تقليديا وزير الدفاع في مصر ليس حاملا لحقيبة سياسية فقط، بل إنه في ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة. كامل التحية لك دكتور صلاح فوزي، وأنت رئيس القسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إذ كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. وما زلنا في نفس الشأن، ومعنا عبر الهاتف أيضا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، يعني بدأ واضحا من المؤتمر الصحفي وكلمات المتحدثين وعلى رأسهم السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأيضا عدد من أعضاء اللجنة، يعني مدى رضاهم الكبير عن مشروع الدستور وأيضا ثقتهم في أن تكون نسبة الموافقة على هذا الدستور تتجاوز 70%. إلى أي مدى حضرتك بتتفق مع هذا الرضا وهذه الثقة في أن الدستور سيحوز على أكثر من 70% من يعني أصوات المصريين؟ لا، هو صوت من المبكر أن نقول هذا الرقم أو المؤشرات، لأن ليس لدينا استطلاعات رأي حقيقية في مصر. نعم. لكن أعتقد أنه الدستور سيمر بنسبة مقبولة قد تصل إلى يعني من 65 إلى 70 وربما إلى أكثر من هذا إذا تم يعني حجز وتكتيل الجهود بصورة كبيرة. أنا نعم. في تقديري الأمر لا علاقة له بالأرقام، الامر له او بالنسب او المؤشرات التي يمكن ان تاتي هنا او هناك. القضيه في تقديري اكبر من هذا، جزء من هذا مرتبط برضاء المصريين وقبولهم بالافق السياسي وبخريطه الطريق التي تم تحديدها، وهناك قناعه بان هذا الدستور دستور جيد يبنى ويؤسس للامه المصريه. نعم. واعتقد انه بما حمله من مواد جديده واستحداث كثير من الموضوعات خاطبت شرائح المجتمع المصري التي غيبت لسنوات طويله، هيكون دافع الى تمرير هذا الدستور. انا اعتقد ان الدستور سيمر بنسبه كبيره لكن بدون ذكر او تحديد نسب او يعني مؤشرات معينه، لكن اعتقد ان اكبر يعني مكسب يعني حتشهده البلاد هو
الكتل التصويتية الضخمة في مصر، هناك كتل تصويتية كبيرة قررت أن تشارك بصورة يعني مباشرة، وبالتالي أنا أعتقد حينعكس هذا على نسب المشاركة، وبالتالي حيمر الدستور، واعتقد انه يعني سيكون اكبر من دستور جماعه الاخوان المسلمين الذي مر تقريبا بكان 64%. نعم. طب دكتور طارق، يعني الاستفتاء على هذا الدستور ومن ثم يعني تنفيذ بقيه بنود خريطه الطريق، هل سيغير باي شكل من الاشكال من المواقف السياسيه تجاه بعض التحالفات داخليا وايضا بعض المواقف الدوليه خارجيا تجاه مصر؟ اعتقد ان الموقف حتى قبل الدستور بدا يلين، حضرتك تعلمي جيدا المواقف الامريكيه والاوروبيه بدات تتغير بصوره هيكليه، في جزء من هذا الامر مرتبط باداء المؤسسات المصريه زي وزاره الخارجيه المصريه وزي لجان طرق الابواب وبعض المشاركات التي تمت من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التي شاركت في تحسين الصوره في الخارج. المواقف الاوروبيه ربما يعني الان بدات تلين بصوره كبيره، وتعلمي ان هناك وفود من سناتور ومسؤولين امريكان تقريبا يومين النهارده في مصر، في مجموعه من المسؤولين الامريكيين في مصر، هم يريدون ان يطمئنوا على مراحل التحول الديمقراطي في هذا البلد، عندهم ثقه كبيره في انه يعطوا المصريين فرصه كبيره في التحول السياسي والديمقراطي. مواقف دول الاتحاد الاوروبي بدات تتغير بصوره كبيره، وايضا الاداره الامريكيه، انت الان تسمعين تصريحات ايجابيه مباشره، تسمعين على التحرك المصري الكبير، وزير خارجية مصر في اليابان، هناك تحركات دبلوماسية كثيرة. أعتقد أنه هذه أكبر رسالة طبعا إلى التحول وإدراك التحول الديمقراطي في هذا البلد.